بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول للإعدادي إن شاء الله النهاردة معانا خلاصة باراجراف الصف الأول الإعدادي الترم الثاني، طبعا أهم موضوعات الباراجراف اللي إن شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. طبعا أول موضوع معانا ماي ويك إند، ماي ويك إند يعني نهاية الأسبوع. طبعا لو جينا نكتب الباراجراف ده او نتكلم عنه، طبعا بنبدأ بمقدمة بنضع فيها العنوان بتاعنا. In the following lines I will talk about my weekend، في السطور التالية هتكلم عن الويكند. I am a student يعني انا طالب. I am 13 years old انا عندي 13 سنة. I am in prep 1 انا في الصف الاول. I live in Egypt يعني انا بعيش في مصر. Last week I went to the fun fair، الأسبوع الماضي أنا ذهبت الملاهي. I went there with my friends، ذهبت مع عائلتي أو مع أصدقاء هنا. My friends we went there by bus، رحنا بالباص. We took food and juice يعني أخذنا معنا food طعمنا والعصير. We took hats and cameras، أخذنا معنا الهاتس القبعات and cameras. We bought تيكتس اشترينا تذاكر. I rode on the big wheel انا ركبت العجلة الدوارة. I felt afraid انا شعرت بالخوف. But it was fun ولكنها كانت ممتعة. Some friends went on a ride، بعض الأصدقاء ذهبوا on a ride. They were happy كانوا مبسوطين. Some friends swam in the swimming pool، بعضهم سبح في حمام السباحة. Some friends went for a walk يعني ذهب إلى التمشي. We all had a wonderful time، كلنا قضينا وقت رائع. We decided to go there again، قررنا نذهب مرة أخرى. Very soon قريبا. We went back home late at night يعني عدنا للمنزل late at night يعني وقت متأخر في الليل. Really it was a wonderful weekend، حقا كان wonderful weekend يعني كانت أجازة أسبوع رائعة أو نهاية أسبوع رائعة. برضو من الباراجرافز المهمة عندنا a visit to the pyramids يعني زيارة للأهرامات، أو ممكن يقولي a place you want to visit يعني مكان تود زيارته. طبعا برضو نفس الكلام هنضع العنوان في مقدمة بسيطة in the following lines يعني في السطور التالية. I will talk about هتكلم عن a visit to the pyramids زيارة الأهرامات. I am a student يعني أنا طالب. I am 13 years old أنا عندي 13 سنة. I am in prep 1 أنا في الصف الأول الإعدادي. I live in Egypt أنا بعيش في مصر. Egypt is a great country، مصر دي بلد عظيمة. We should be proud of that، لابد إن احنا نفتخر بيها. Egypt has many amazing places يعني مصر لديها المناطق الرائعة. I went to the pyramids أنا ذهبت الأهرامات. I went there last week أنا ذهبت الأسبوع الماضي. I went there with my family أنا ذهبت مع عائلتي. We went there by car ذهبنا بالسيارة. We took food and juice أخذنا العصير والطعام. We took cameras وأخذنا الكاميرات. We took photos التقطنا صور. I rode a camel يعني أنا ركبت a camel أنا ركبت الجمل. My father rode a horse والدي ركب الحصان. Also we met a lot of tourists يعني قابلنا الكثير من السياح. There we were kind and friendly with them، we were kind كنا عطوفين وودودين معهم. We were happy كنا مبسوطين. We went back home in the evening عدنا في المساء. Really we had a nice time، really يعني حقا we had a nice time يعني قضينا وقت لطيف. ممكن برضو جينا historical places in Egypt أماكن تاريخية في مصر، ونتكلم عن ال historical places in Egypt يعني الأماكن التاريخية في مصر. In the following lines I will talk about historical places in Egypt، دايما المقدمة نحط فيها العنوان. I am a student أنا طالب. I am 13 years old أنا عندي 13 سنة. I am in prep 1 I live in Egypt. Egypt is a great country، we should be proud of that. Egypt has a lot of historical places
مصر فيها الأماكن الهيستوريكال التاريخية which tourists like to visit، بيحب يزورها السياح. These places are in many cities، هذه الـ these places هذه الأماكن اللي التاريخية موجودة في مدن like Cairo زي القاهرة، جيزة، أسوان and Luxor ومدينة الأقصر. The Egyptian Museum has a lot of historical objects، المتحف المصري has a lot of historical objects، يعني أشياء تاريخية. The Grand Egyptian Museum، The Grand Egyptian Museum اللي هو المتحف المصري الكبير. Welcome the visitors، بيرحب بالزيار بالزائرون. In 2019 there are other places، في أماكن أخرى like the Valley of the Kings يعني زي وادي الملوك in Luxor. We should keep these places clean، يجب أن احنا نحافظ على نظافة هذه الأماكن. Really Egypt is a wonderful country، really يعني حقا مصر دي دولة عظيمة أو دولة جميلة. بعد كده لو قالينا اكتب عن my plan، my plans for tomorrow أو my plan for tomorrow يعني خطتي لغدا. برضو نفس الكلام in the following lines I will talk about my plan، my plan for tomorrow. I am a student، I am 13 years old، I am in prep 1، I live in Damietta. We should all plan for our future، وشود يجب ان احنا كلنا نخطط for our future لمستقبلنا. This is my plan for tomorrow، دي خطتي لغدا. Tomorrow will be a busy day، يعني غدا هيكون busy day يعني يوم مشغول. A busy day with lots of things to do، with lots of things to do، في الكثير من الأشياء. I am going to visit the zoo، أنا سوف أزور حديقة الحيوان. I am going there with my friends، هذهب مع friends أصدقائي. We are going by bus، هنذهب بالباص. We are going to take food and juice، برضه هناخد معنا طعامنا وعصرنا. We are going to take hats and cameras، وهناخد القبعات والكاميرات بتاعتنا. We are going to feed the animals، سوف نقوم بإطعام الأنيمالز الحيوانات. We are going، we are going to play games there، هنقوم باللعب هناك. We are going to see a lot of animals، هنشوف الحيوانات أو الكثير، سوف نرى الكثير من الحيوانات. We are going to see the lion، the giraffe، the elephant and the monkey، هنرى هنشاهد اللايون الأسد والزرافة والإليفانت and the monkey. I like to feed the monkey، أنا بحب أطعم المونكي. I'm going to feed the monkey bananas، هطعمه موز. I'm going to take photos، يعني سوف ألتقط صور of animals. I hope we will enjoy your time، I hope we will enjoy our time there، إن شاء الله أو أمل إن إحنا نستمتع بأوقاتنا هناك. We are going to come back in the evening، we are going to come back، إن شاء الله سوف نعود في المساء. طبعا دي my plan for tomorrow. بعد كده ممكن ينطلب مني paragraph about my adventure sport، يعني رياضة مغامرة لدي. In the following lines I will talk about my adventure sport، هتكلم عن رياضتي المفضلة المغامرة. I am a student، أنا طالب. I am 13 years old، I am in prep 1، I am in prep 1، I live in Egypt، أنا بعيش في مصر. I like adventure sports، أنا بحب رياضات المغامرة. There are lots of adventure sports، يوجد الكثير من ألعاب المغامرة like rock climbing، زي ركوب rock climbing، تسلق الصخور. Wind surfing اللي هو الأمواج أو لواء الأمواج، and ziplining لواء التسلق بالحبل أو الانزلاق بالحبل. I like mount biking، أنا بحب ركوب الدراجة ما بين الجبال. I liked it many years ago، أنا بحبها منذ سنوات عديدة. When my father bought me my first bike، منذ أن اشترى لي والدي سيارتي دراجتي الأولى. Today I am going to go، اليوم I am going to go mountain biking with my friend، يعني النهاردة إن شاء الله I am going to go، هذهب
ماونت بايكينج بركوب الدراجة with my friend ما بين الجبال. He is the person who I go mountain climbing with, يعني هو الشخص اللي أنا بذهب معاه في البايكينج أو الماونت بايكينج اللي هو ركوب الدراجة ما بين الجبال. After my friend arrives, بعد ما صديقه هيوصل, at my house we make sure that all we make sure, يعني احنا هنتأكد, we make sure that all of our of the equipment is safe, يعني ان كل شيء او كل معدات is safe آمنة. On the bike, على الدراجة, with water bottles filled, ازاز او زجاجات المياه ممتلئة, and bikes ready, والدراجات ready to go, we are off, هننطلق. It makes us feel happy, it makes us feel happy, وده بيجعلنا feel happy يعني نشعر بالسعادة. ممكن برضه ينطلب مني paragraph about predictions about the year 2080, يعني تنبؤات أو توقعات بمستقبل 2080, أو ممكن life in 100 years أو الحياة ما بعد 100 عام. طبعا نفس الكلام, هنحط العنوان كده في المقدمة. In the following lines I will talk about my predictions for the future, أو ممكن أقول about life in 100 years. I am a student, I am 13 years old, I am in prep 1, أنا في الصف الأول. I live in Egypt, أنا بعيش في مصر. We use modern technology more and more in our daily lives, we use, إحنا بنستخدم modern technology, التكنولوجيا الحديثة, more and more, يعني أكتر وأكتر, in our daily life, حياتنا اليومية. In the future, في المستقبل, I think we will have tiny computers, هيكون عندنا tiny computers, يعني computers دقيق, in our clothes, في ملابسنا, to keep us warm, عشان يجعلنا نشعر بالدفء, or to take us cool, أو to make us cool, يجعلنا نشعر بأن احنا في طقس cool, يعني بارد قليلا. At school, I think computers will be our teachers, أعتقد أن الكمبيوترز هيكون our teachers, but we shouldn't always have teacher, but we should always, ولكن إحنا دايما, we should always have teachers, لابد يكون عندنا معلمين. I think we won't live in crowded cities, I think, أعتقد أن إحنا مش هنعيش في مدن crowded مزدحمة. We will live on other planets, هنعيش على كواكب أخرى. In the future, we will have small electric cars. In the future, في المستقبل هيكون عندنا small electric cars, سيارات كهربية صغيرة. They will use electricity, هتستخدم كهرباء. They will be better for the environment, هتكون better يعني أفضل للـ environment, البيئة. They will be very fast, وهتكون very fast يعني سريعة جدا. طبعا ده التحدث عن الفيوتشر المستقبل. لو ممكن ينطلب مني a book I like, الكتاب اللي أنا بحبه. In the following lines, في السطور التالية, I will talk about a book I like, عن الكتاب I like اللي أنا بحبه. I am a student, I am in prep 1, أنا في الصف الأول. I live in Egypt, يعني أنا بعيش في مصر. I live in Egypt. Reading is a very useful hobby. القراءة دي هوايتي المفضلة. I like reading stories. أنا بحب قراءة القصص. My favorite story is Robinson Crusoe. يعني القصة المفضلة عندي Robinson Crusoe. It's by Daniel Defoe. الكاتب بتاع دانيال ديفو. It's about a sailor. هي عبارة عن سيلر بحار. Who lived on an island. بيعيش على جزيرة. Alone for many years. لسنوات عديدة. Because his ship sank, لأن سفينته غرقت. Into the sea, في البحر. The main character is Robinson Crusoe. الشخصية الرئيسية عندنا Robinson Crusoe. He planted wheat and made his food. He planted wheat, يعني زرع قمح. And made his food, وصنع طعامه. He made a boat, عمل قارب. And could catch fish to eat. Could catch, واستطاع أنه يصطاد سمك لطعامه أو ليأكله. The story teaches us, القصة بتعلمنا, to depend on ourselves, to depend on, يعني نعتمد على ourselves,
also it teaches us to be brave. إن إحنا نكون brave يعني شجعان. And active and to be active ونكون نشيطين. Really it's a wonderful story يعني حقا دي a wonderful story يعني قصة رائعة. بعد كده ممكن يجي لي paragraph my dream job وظيفة المستقبلية. In the following lines في السطور التالية I will talk about my dream job. I am a student أنا طالب. I am 13 years old أنا عندي 13 سنة. I am in prep 1 أنا في الصف الأول. I live in دمياط أنا بعيش في دمياط. My mother is a teacher مامتي معلمة. She is 35 years old عندها 35 سنة. She teaches English بدرس English. My father is a doctor يعني والدي طبيب. He is 40 years old عنده 40 سنة. He is so kind يعني هو عطوف جدا. He is clever يعني ماهر. He helps the sick بيساعد الفقراء أو بيساعد المرضى. He gives them medicine بيعطيهم دواء. When I grow up لما أكبر I'd like to be a doctor like my father عايز أكون طبيب زي والدي. I want to help the sick عايز أساعد المرضى. Also I want to help the poor وأساعد الفقراء. My mother يعني مامتي. My mother and my father help me to study hard يعني والدي ووالدتي بيساعدوني ان انا اذاكر بجد. My father helps me to study science والدي بيساعدني ان انا اذاكر علوم. My mother helps me to study English ان انا اذاكر English. Also my teachers help us me so I do my best to achieve my goal يعني ببذل اقصى ما فوسع ان انا احقق هدفي and be a doctor واكون طبيب. Really it's a great job يعني حقا دي وظيفة عظيمة. ممكن اخر paragraph ينطلب مني برضو مهم my future plans يعني خطط مستقبلية مش خطة فقط لا خطط مستقبلية. In the following lines في السطور التالية I will talk about هتكلم عن my future plans. I am a student. I am 13 years old. I am in prep 1. I live in Egypt. أنا بعيش في مصر. I always think about my future. دايما بفكر في مستقبلي and make for plans for it. وبكون خطط أو بصنع خطط. When I leave school لما أسيب المدرسة I'm going to join the university هلتحق بالجامعة. When I go to the university وما هذهب للجامعة I'm going to study medicine هدرس الطب. I'm going to get a job a good job in the future هحصل على عمل كويس في المستقبل أو جيد. I'm going to have my own clinic يكون عندي عيادتي الخاصة and help the poor وساعد الفقراء. I'm going to learn how to drive a car هتعلم ازاي اقود سيارة. I'm going to have a modern car هيكون عندي سيارة حديثة. So I'm going to do my best هبذل أكثر سوف أبذل أكثر ما في وسعي to achieve my future plans to achieve my future plans عشان أخطط يعني أحقق خطط المستقبلية. Really my plans are great يعني حقا خططي عظيمة. I hope I will achieve them I hope يعني أأمل I will achieve them إن أنا أحققها. برضو معانا حاجة كويسة جدا وهي ان ممكن احفظ الجزء ده واحط ايه الموضوع معاه بتاعي في اي الموضوع اللي انا هتكلم عنه ما بين هذه الكلمات وان شاء الله احصل على الفول مارك. In the following lines I will talk about واكتب اسم الموضوع بتاعي. I am a student. I am 13 years old. I am in prep 1. انا في الصف الاول. I live in Egypt. Egypt is a great country. We should be proud of that. لابد ان احنا نفتخر بذلك. Egypt has many amazing places. مصر ديتي لديها الكثير من المناطق الرائعة. My mother is a teacher. مامتي معلمة. She is 35 years old. She teaches English. She is clever and active. My father is a doctor. والدي طبيب. He is 40 years old. يعني هو عنده 40 سنة. He is so kind. He is clever. Really. وفي النهاية really Egypt is a beautiful country. Is a beautiful country. مصر دي دولة. A beautiful يعني جميلة. طبعا ممكن اكتب الجمل دي في اي موضوع ومن هنا نوصل للفول مارك. لو انا حافظه الموضوع هكتبه مش حافظاه ممكن اكتب نفس الجمل دي ونحصل على الدرجه النهائيه. طبعا الكلمات بتاع المقدمه او الموضوع بتاعي اللي معانا ده
يعني 86 كلمة، وأنا مطلوب مني 80. يعني لو كتبت السبجكت أو التايتل بتاع الموضوع أوصل لـ90 كلمة، وأنا مطلوب مني كام؟ مطلوب 80. يعني دول يغنيني عن إن إيه يعني خالص لو مش عارف أي موضوع ممكن نكتب هذه الجمل. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.